بسم الله الرحمن الرحيم. في مشروع النهاردة نستخدم ال M35 لقياس درجة الحرارة، ونعرض درجة الحرارة على الشاشة بالسيليزيوس والفهرنهايت، ونستخدم بلس ويدث ميديوليشن من درجة الحرارة للتحكم في الدي سي موتور اللي هو بيمثل عندي الفان. الكومبوننت اللي مستخدمينها ال M35 اللي هو السنسور اللي بيقيس درجة الحرارة، وموتور، والبيك، وال M016L اللي هي ال LCD، وعندي هنا ليد ريد مع البازر بيمثلوا لي الالار، والدايود موصله مع الموتور هو اللي بيتحكم لي في ان شغل الموتور اوقفه. وكده التوصيلات واضحة تمام. الدي سي موتور موصله ب 12 فولت، والباقيين متوصلين ب 5 فولت. التوصيلات في ال LCD عشان تبقى متعرفة بالنسبة للانيشاليزيشن اللي هنا موجودة في الكود ده، لازم أكون موصل البن رقم 7 في ال LCD مع البن رقم في البورت بي، البن رقم 3 بنفس الطريقة كده لغاية D4 مع B0 تمام. ومن D0 لD3 كلهم بالجراوند، والإنيبل موصله مع البن رقم 5 على البورت بي، والآر إس موصله مع بي 4. الانيبل هو اللي بيمكن لي ان انا اعمل الشاشه اون او اوف، يعني اللي بيخليني استخدم الشاشه او لا. وعندي الريد والرايت هنا انا موصله بالجراوند عشان كل العمليات اللي انا هعملها على الشاشه هتبقى رايت تمام. الفي اي والفي اس اس انا موصلهم بالجراوند، والفي دي دي اللي هو بيشغل لي ال سي دي تمام. السنسور موصله على البن في بورت ايه، على البن رقم A0، بيكون خارجها من 0 ل 1.5 فولت كماكسيما. فعشان كده بالنسبة لما هنيجي نعمل لها مابينج من بالنسبة من 0 ل 1024 10 بت ريزوليوشن، هتبقى ماكسيمم يعني من 0 ل 1.5 هيبقى 307 تمام، من 0 ل 307 تمام. البازر هنا والليد ده انا معدلهم يشتغلوا مع بعض عن 1 فولت بس عشان القرايات تبقى صحيحة، الاتنين يشتغلوا مع بعض. الدي سي موتور هيشتغل على 12 فولت. هنا الدايود في الاتجاه العكسي عشان الباك اي ام اف. نشوف الكود دي الانيشاليزيشن. انا معرف البازر اللي انا موصله على البورت بي 6 هنا، معرفه ومسميه هنا بازر، ومعرف جلوبال فاريبلز فلوت تمبريتشر وفلوت فهرنهايت. عشان اعرض المتغيرين دولت على الشاشة لازم احتاج سترينج، فالسترينج بتعرف السي كاركتر تمبر وفهرنهايت سبعة الري تمام. بعد كده هدخل على المين. في المين انا لازم اعمل اعرف البت عندي اللي انا مستخدمها، هل مستخدمها انبوت او اوت. فالبن اللي هي انبوت مفيش غيرها اللي هي الاي زيرو تمام، توصل على الاي زيرو بورت اي اف زيرو. اما الاوتبوت في السي والبي هيبقى 2 و6. بعد كده هعمل انيشاليزيشن للانالوج كونفرتر، انا انالوج تو ديجيتال كونفرتر والال سي دي والبلس ويدث ميديوليشن 1، وهستخدم انيشاليزيشن 500 هرتز على البن رقم البن اللي هي بورت سي، مكتوبه هنا سي سي بي 1 تمام، فاللي هي بتمثل عندي بلس ويدث ميديوليشن 1. وبعد كده اعمل لها ستارت، وبعد كده هفصل الكيرسور اوف في ال LCD. بعد كده هعرض على ال LCD في السطر الاولاني temperature thermometer، وبعد كده هعمل ديلي 3 ثانية، وبعد كده همسح الشاشة، وبعد كده هعرض الرسالة التانية لمدة 3 ثواني، وبعد كده همسح الشاشة. هوايل وان يعني ده البرنامج اللي هيتنيه بيتنفذ باستمرار. أول حاجة هحسب التمبريتشر. التمبريتشر بتيجي ازاي؟ هقرا درجة الحرارة من بورت A0، هضربها في 5 من 1000. 5 من 1000 جت منين؟ 5 اللي هي عبارة عن 5 على 1024،
يعني بمعنى صح ان انا هعمل مابينج من 0 ل 307، تمام. وبعد كده من الفهرنهايت هحسبها عن طريق القيمة اللي انا حسبتها في التم، دي المعادلة بتاعة الفهرنهايت. بعد كده البلس ويدث سيموليشن المفروض بيشتغل من 0 ل 255، فالقيمة دي بالنسبة لي هقوم جاي اعمل لها مابينج، بدل ما هي من المابينج بتاعها كنت انا عامله على 1024 هعمله هنا يكون ماكسيموم 255، فطبعا هقسم القيمة هنا على 2. وبعد كده هطلع الاوتبوت على البورت اف 2 في البورت سي البن رقم اف 2. وبعد كده هحول المتغيرين تيمب والفهرنهايت لسترينج، تمام، واخدهم من انتجر عشان مش عايز اعرض على الشاشة في فلوت، يعني فيها درجة حرارة وخلاص. يعني هي برضه هي في السيموليشن او في الحقيقة يعني الموضوع تقريبي، يعني مش هتفرق عندي ان كانت فلوت او لا. وبعد كده هعرض التيم سيليزيوس والتيم بفهرنهايت، دول يكونوا ثابتين عندي. وبعد كده القيمة اللي هي سترينج هي اللي هتظهر بعد يساوي في السطر الاولاني والسطر الثاني، وعندي 223 ديت اللي هي الدرجة اللي هي بتبقى فوق الرقم، وبعد كده الكاركتر سي والكاركتر اف. طبعا انا بستخدم الارم، فبقول يعني او لو درجة الحرارة بقت فوق ال40 هشغل البزر، لو لأ هوقف البزر. طبعا هعمل ديلي 500 بس على انه يعني عشان بقية الكود يشتغل والعمليات التانية مستمرة يعني، تمام. نيجي نعمل بيلد، تمام، نيجي نشغل. انا عندي 39، دي الرسالة الأولانية 3 ثواني، انا 39 اقل من 40 يعني مفيش حاجة هتحصل، بس الفان عندي هنا حاجة بسيطة يعني. طبعا ودي قيمة بالفهرنهايت، طبعا لو انا زودت هنا عند 40 هيكون هنا في صوت البزر اشتغل، تمام. لو نزلت تاني، طبعا انا لو زودت فوق كتير يعني هيبان ان عندي الفان سرعتها بتزيد لغاية لما نوصل ل 150. لو شغلنا كده تاني، تمام، الرسالة الأولانية والرسالة التانية. بعد كده حالا درجة الحرارة 39، طبعا عن درجة الحرارة 0 فضل الفهرنهايت بيساوي 32، تمام كده مظبوط. طبعا وصلت حالا لل40، طبعا البزر اشتغل واللمبة الحمراء الريد، وهنا عندي الفان شغالة، تمام. لو زودت درجة الحرارة هلاقي عندي الفان بتزيد لغاية لما اوصل لماكسيموم 150. كده السرعة زادت على الآخر. بعد كده ممكن أنزلها تاني، فلما نزلنا عن 40 فصل يرجع اشتغل تاني البزر والريد الريد ليد، تمام، وشكرا.